السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح ندير معاكم كيكة الشوكولا. عندنا 3 بيضات، نفصل الصفار عن البياض، عندنا نص كأس سكر، نص كأس زيت، نص كأس حليب، 2 ملاعق كبار كاكاو، عطر شوكولا، 1 خميرة كيميائية، وكأس فرينة. هنا عند طريقة التحضير: بياض البيض مع رشة ملح ونخلطه مليح، ونضيفه نصف كأس سكر، ونخلطه مليح حتى يتضاعف ويتكاثف ويبيض الخليط. كما راكي تلاحظي هنا الخلاط الكهربائي ضروري، أول بيترا. لاحظي معايا الخليط تاعنا راهو ابيض ناصع. نتوقف عن الخلط. عندنا صفار البيض، نضيف له نص كأس زيت مع نص كأس حليب وعطر الشوكولا. إذا حبيتي تستعملي عطر القهوة أو عطر الكراميل معليش، خلطوا مليح. تقدري تستعملي الفوي. نحضر الكاكاو تاعنا مع كاس فرينة، ننخلهم مليح ونخلطهم الخليط صفار البيض والزيت والحليب. نزيد 1 خميرة كيميائية ونخلطه. شوفي معايا، بعد ما خلطته ضفت له 2 ملعقة كبار من خليط بياض البيض. نخلط مليح، ما نخافش منها هنا باش ما يخفاف معانا الخليط، معليش يتكسر البياض البيض عادي. وفي المرحلة الثانية نضيف له بياض البيض دفعة واحدة ونخلط غير بالعقل باش الخليط تاع البياض البيض والقوام تاعو ما يهبطش. لاحظي معايا جيدا، نخلط من تحت للفوق من تحت للفوق. شوفي معايا الخليط، عندي مول مسكوتشو مدهون بالزيت وذريت عليه الفارينة، ونفرغ الخليط تاعنا ونخبطه شوية باش إذا كان من الداخل هو يخرج. ونلوحه في الفرن 150 درجة مئوية. وهنا لاحظي بعد ما طاب قلبته، شوفي الخفة تاعو، ذوبت شوكولا نطلي بيها المسكوتشو تاعنا من الفوق. كما راكي تلاحظي غير بالفرشات وندر فوقه فيرميسال وشوكولا. وانتي كيما حبيتي تستعملي الكاوكاو، حبيتي ديري نواه كوكو، تزيين كيما تحبي، لكن انا فضلت فيرميسال وشوكولا.
هذه الكيكة اقتصادية، توجد سمسم مليحة للضيوف، قهوة الصباح قهوة العشية. لاحظي معايا القوام تاعها عريضة ما شاء الله وخفيفة وناجحة، جربيها وإن شاء الله ما تندميش. نبقى لي غير نقول لك السلام عليكم.